ليش جهاز ليزر كان المتميز في العالم؟ لعدة عوامل. العامل الأول المهم هو وجود الطولين الموجية 755 نانومتر و 1064 نانومتر. هذين الطولين الموجية أعطانا سهولة ومساحة كبيرة في التعامل مع كل أنواع الجلد. أما الطاقة العالية التي تصل إلى 80 جول فهذه إضافة كبيرة جداً في كيفية التعامل مع كل أنواع الشعر. سرعة النبضة الليزرية التي تصل إلى 0.25 ملي سكند عامل مهم جداً في سرعة إنجاز العمل، بالإضافة إلى وجود الكرايوجين الثلجي اللي يعطي أمان وسهولة وتبريد عالي مع الجلسة. هذه خصائص كانديلا اللي جعلته الجهاز المتميز في إزالة الشعر في العالم.